ذكر من المجموعات 16 التي او للمملكه ممثله في اطار هذه المنافسات. بطبيعه الحال بقاو اربعه ديال المجموعات اللي تاهلوا للنهايه، كل الجهات ديال المملكه 16 كانت ممثله في اطار المنافسات، والان غتنطلق المنافسات الخاصه بالبارود. واول مجموعه هي فريق الذي يمثل رباط صلاه سمور زعير. بطبيعه الحال خلينا نسيطروا على الجمهور يعيشوا مع هذه الاجواء ديال البارود. يمكن نقول شي حاجه؟ انطلاقة موحدة وحدة حركة البنادق ممتازة، طلقة موحدة، طلقة ممتازة. هنيئا لسالة زمول زعير. الفريق الثاني المشارك في البطوله. لاحظوا بان هناك نوع من الخبره والتجربه والدقه، لاحظوا بان كاين هناك خبره تجربه ودقه انسجام بين الجميع، لا في الخيول ولا في الركاب. فكما قلت مواصفات عديده تتعلق بالتعبير الحركي، التطابق الحركي الجماعي، سير بانضباط، وحده حركه البنادق والطلقه الجماعيه، بالاضافه الى مواصفات اخرى متعلقه باللباس والسروج، اضافه الى شروط اخرى تتعلق بالسيطره على الجواد وطريقه الركوب وعموما الهيئه العامه للفارس والجواد. فهذه كلها قواعد اساسيه تحدد جوده الفريق. الان اول محاوله للشويه ورديغه في البارود. انطلاقة موحدة، وحدة حركة البنادق. طلقة جد ممتازة. طلقة موحدة. المجموعة الأولى غادي تكون المنافسة حادة أكيد على حساب الشيء اللي شاد. مازالنا جوج مجموعات، لأنه هذه المجموعات الأربعة اللي بقاو مجموعات جد ممتازة. إذا الآن غتكون المحاولة الأولى، لأنه تنحكموا عليهم من بعد الإقصائيات، لأنه كان 16 مجموعة وفي النهائيات بقاو أربعة المجموعات، لأنه كل مجموعة قصات ثلاثة، أنه كل مجموعة جات من أربع مجموعات. الحال كما قلت الفرق المشاركه كانت تمثل الجهات 16 للمملكه، كانت موزعه على اربع مجموعات. الفريق الذي يمثل الجهات الدار البيضاء، الدار البيضاء الكبرى، انطلاقه موحده. حتى حركه البنادق. طلقة ممتازة، الطلقة موحدة. البنادق وكذلك الطلقة الموحدة. الإقصائيات لهذه الأربعة المجموعات ستكون صعبة 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 جدا، لا بالنسبة للتحكيم ولا بالنسبة للمجموعات في اللعب ديالهم. اللعب ديالهم متكافئ. اذا الان اخر مجموعه في محاولتها الاولى جهه مراكش تاسيفة الحوز في البارود. كما تنشوفوا انطلاقه موحده، وحده حركه البنادق، الطلقة ممتازة. إذا هكذا كل فريق قام بأول محاولة للبارود. كل فريق قام بمحاولة واحدة. بالتالي ستكون هناك المحاولة الثانية
فريق اليوماتي لجهة الرباط سلاز الموزعين. دابا اللي تنشاهدوا دابا الطلقه الثانيه لسلاز مور زعير. قلت بانه كانت هناك منافسات خاصه بالاناث، عرفت فوز مدينه المحمديه في اطار المنافسه الخاصه بالاناث كما قلت. الفريق النسوي لمدينه المحمديه فاز بالميداليه الذهبيه. الان التبالي في اطار المنافسه الخاصه بالكبار، ودائما في اطار المنافسات الخاصه بالدوره الثامنه لبطولة المغرب لفنون الفروسية التقليدية هنا بالنادي الملكي دار السلام للفروسية بمدينة الرباط. كما قلت التنسيق شيء جد مهم بين الفرسان وبين المقدم أو رئيس المجموعة أو السربة. هناك كذلك لولا ما كان التنسيق ما بين المقدم رئيس المجموعه ما يوصلوش النهائيات. عندما يكون هناك تنسيق ما بين رئيس المجموعه والركاب دائما الانسان يوصل الى النتيجه. كما تنشوفوا انطلاقه موحده، وحدة حركة من البنادق. ممتاز. هناك أحد طلقة متأخرة لأنه ربما التحكيم كان غادي يعطي حسن جدا، ربما غادي يعطي حسن لأنه الطلقة كانت طلقة متأخرة. هذا شيء ربما غادي يكون عنده تأثير على عندها تأثير في التنقيط. إلا كانت الطلقة قبل تنسهلوا معها وتنصنتوا ل 14 البندقية اللي بقات، أما بالنسبة ل 14 البندقية اللي خرجت وبقات وحدة متأخرة لا يبقى القرار للتحكيم. إذا الآن جهة الشاوية والضغاف المحاولة الثانية. هناك قاعدة أساسية هي البحث عن الجودة والتنسيق وكذلك الوحدة ديال المجموعة. جهة الشاوية وردغة انطلاقة موحدة، وحدة حركة البنادق. الطلقة جد ممتازة. إذا كانت هناك واحدة في إطار الطلقة، ما كانش هناك تأخير لأحد الفرسان في إطار إطلاق البارود بطريقة موحدة. يعني هنا كل فارس يعني مطلوب منه الضغط على السيناد في الوقت المناسب. هذا شيء جد مهم، قلت يعني الضغط على السيناد في الوقت المناسب. بالنسبة لتصنت المقدم، لأنه اللي تصنت المقدم ديالو انه ما عمرها تخسر البارود، ما عمره يخسر. ملي تتصنت المقدم ديالو تتكون الطلقه موحده وتيكون الخيول الراس على الراس. اذا الان المحاوله الثالثه للفريق اللي يمثل جهات الدار البيضاء الكبرى. المحاوله الثانيه شيئا ما كان لحد الان الفريق ديال الرباط سلاز مور زعير هو اللي كان تاخر احد الفرسان ديالو، ولكن دائما ثلاثة المحاولات. بالنسبة لجهة الدار البيضاء الكبرى انطلاقة موحدة. وحدة حركة البنادق. الطلقة جد ممتازة. بالنسبة لجهات الدار البيضاء الكبرى وذكر بأنك تدير المحاولة الثانية، وستكون المحاولة الثانية لجهة مراكش تنسيف الحوز. الدار
الطلقة الثانية بالنسبة لمجموعة مراكش تنسيف العاوز كما تنشوفوا انطلاقة موحدة وحدات حركة البنادق تبقى الطلقة اللجنة ديال التحكيم فرق كبير ما بين جهة الكبرى وما بين جهة الشاوية وردقة بالنسبة للطلقات الأخرى. إذا الآن غادي يكونوا المحاولات الأخيرة يعني المحاولة الثالثة بالنسبة للمحاولة الأخيرة لجهة سالز المور زعير الآن المحاولة الثالثة فرصة بالنسبة لكل مجموعة كل سباق الفرصة الأخيرة تسجيل حضور جيد بطبيعة الحال إذا كانت المواصفات الخاصة بطريقة الركوب والهيئة العامة لكل من الفارس والجواد هذه ملاحظات يمكن لجنة التحكيم خذتها بعين الاعتبار. الآن يبقى جد مهم هو السيطرة على الجواد الحركة ديال البنادق الانطلاقة الجماعية والطلقة الجماعية المجموعة استماع رئيس المجموعة عندما تكون الطلقة موحدة يسمعوا المقدم ديك اللي كما تيقول هوب إلا كانوا تيتصنتوا المقدم دائما راه الطلقة تتكون موحدة هذا التنسيق وهذا العمل كيطلب مجهود كيطلب مجهود كيطلب تداريب كل هذه الجهات اللي شاركت في هذه الاقصائيات كل هذا تداريب لمده 15 يوم حتى لشهر. بالنسبه للطلقه الاخيره لسالز المول زعير انطلاقه موحده وحده حركات البنادق الطلقة موحدة جد ممتازة. هذه آخر محاولة للفريق الهجومي لجهة الرباط سلاسل موسعية والآن المحاولة الثالثة والأخيرة لجهة الشاوية وردغا هناك جهة شاوية وردغا انطلاقة موحدة حركة البنادق موحدة الطلقة جد ممتازة الطلقة جد ممتازة بالنسبة لجهة شاوية وردغا إذن المحاولة الثالثة والأخيرة كانت طلقة موحدة بالنسبة لجهة الشاوية والدغا الآن المحاولة الأخيرة للفريق الذي يمثل جهة الدار البيضاء الكبرى بالنسبة المحاولة الثالثة والأخيرة لجهة الدار البيضاء الكبرى ذكر بأننا نعيش مع منافسات اليوم الأخير في إطار الدورة الثامنة الخاصة ببطولة المغرب لفنون الفروسية التقليدية المقامة هنا بالنسبة لجهة الدار البيضاء الكبرى انطلاقة موحدة
مجموعة، كل سربة لها ثلاث محاولات في إطار البار ومحاولة واحدة للتسليمة. وحدة حركة البنادق. الطلقة الأخيرة تتبقى اللجنة ديال التحكيم. ليست بالنسبة لجهة الدار البيضاء الكبرى، ماشي بحال الطلقة الأولى والطلقة الثانية. والأخير القرار التحكيم. هناك فرق، ولكن دائما أن هناك كل مجموعة تحاول القيام بالمحاولات الثلاث في مستوى عالي. مستوى عالي. بالنسبة لمراكش تنسيب الحوج، انطلاقة موحدة، حركة البنادق موحدة. هناك تسجيل، لاحظنا هذا. بالنسبة للطلقة تتبقى القرار للتحكيم. إذا المحاولة الأخيرة، وتلاحظ بأنه أحد الفرسان ربما تأخر شيئا ما، على الحالة تكون عنده تأثير. إذا هذه المنافسات الخاصة بالكبار، كل مجموعة قامت بالهدى أو تسليمة لمرة واحدة وثلاث محاولات في إطار البارود. وننتظر الآن القرار ديال لجنة التحكيم لتحديد الفريق الفائز والفريق اللي غادي يحتل المرتبة الثانية، وكذلك الفريق اللي يحتل المرتبة الثالثة في إطار المنافسات الخاصة بالكبار. وذكر بأن فريق المحمدية في الإناث فاز بالميدالية الذهبية. وأذكر بأن حفل تسليم الميداليات الذهبية سيترأسه صاحب السمو الملكي الأمير الجليل الأمير مولاي رشيد. بالنادي الملكي دار السلام للفروسية بأرباب في إطار اليوم الأخير من المنافسات الخاصة بالدورة الثامنة لفنون الفروسية التقليدية. وننتظر من سيفوز. تلاحظوا بأن هناك جمهور غفير حجونا للنادي الملكي دار السلام للفروسية. دائما الاهتمام بالفرس يشكل معطى جد ايجابي، ولاحظنا التنوع الكبير في الجهات في المناطق على مستوى اللباس، على مستوى طريقة الركوب، وكذلك وحدة اللباس والسروج. هذه كلها أشياء جد مهمة لإحياء التراث الشعبي الغني. إذا ربما يكون مباراة سد. إذا مباراة السد بين الشاوية والدغا. التحكيم كان جد ممتاز، التحكيم جد ممتاز. بالنسبة للتحكيم ملي وصل للمرحلة ديال السد، التحكيم جد ممتاز، لأنه الطلقات الثلاث لا بالنسبة للشاوية والدغا ولا بالنسبة للدار البيضاء الكبرى أنها كانت متساوية وكانت متشابهة. إذا هناك مقابلة سد بين فريقين، جهة الشاوية وردغا وجهة الدار البيضاء الكبرى. إذا هنا غادي يخرج الفريق الفائز بالميدالية الذهبية. إذا فريق الشاوية وردغا هو الفريق الأول اللي غادي يقوم بالبارود في اطار السد اللي غادي تجرى بين الفريقين المتباريين، جهه الدار البيضاء الكبرى وجهه الشاويه وردغا. اذا
لان مباراة ست فاصلة بطبيعة الحال طلقة لكل مجموعة، طلقة بالنسبة لمجموعة الشاوية ورد الغار، وطلقة بالنسبة لجهة الدار البيضاء الكبرى. والتحكيم جيد ممتاز، هذا هو اللي نقول انا على التحكيم، لانه الطلقة متساوية تبان لا بالنسبة لجهة الشاوية ورد الغار ولا بالنسبة الدار لجهة الدار البيضاء الكبرى. اذا ننتظر مباراة السد دائما مع المنافسات الخاصة ببطولة المغرب لفنون الفروسية التقليدية والمقامة هنا بالنادي الملكي دار السلام للفروسية في إطار بطولة المغرب في الفانتازيا في دورتها الثامنة. كما قلت في إطار الفروسية دائما علاقة بين الإنسان المغربي والفرس، كما ظهرت هذه العلاقة في التاريخ الطويل للتراث المغربي على المستوى الاجتماعي والثقافي بشكل متميز. فكما قلت الفرس اعتبر دائما بالمغرب معطية عالية المكانة وسامية الخصال. مباراة السد التي ننتظرها الآن بالنسبة للطلقة. بالنسبة للسد ستكون طلقة واحدة لكل مجموعة، المجموعة الأولى مجموعة جهة الشاوية ورديغا. انطلاقة موحدة وحدة حركة البنادق. إذا أول قرار للتحكيم. قلت المحاولة الأولى في إطار مقابلة السد كانت لفريق الشاوية وردغا، شيئا ما كان هناك ربما تأخر أحد الفرسان في الطلقة. بالنسبة لطلقة السد للجهة الدار البيضاء الكبرى. جهة الدار البيضاء الكبرى الآن اللي غادي يقوم الفريق ديالها بهذه المحاولة. مقابلة السد. بالنسبة للدار البيضاء دقة جيد ممتازة، الطلقة جيد ممتازة. إذا فريق ديال الدار البيضاء في آخر محاولة ديالو بعد ما كان اللجوء إلى المقابلة ديال السد لتحديد الفريق الفائز في هذه المنافسات الخاصة بالكبار. أذكر بأنه هذه المنافسات تقام لنيل جائزة جلالة المغفور لها الحسنة الثاني برسم بطولة المغرب في دورتها الثامنة للفروسية. وننتظر القرار للجنة التحكيم.